واحد اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد الهليل، مستشار السياحة البيئية في الهيئة العامة للسياحة والآثار وقائد لبرنامج لا تترك أثر. أرحب بكم في هذا البرنامج الرائد والدولي تبنته الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنمية وتوعية المرتادين المناطق الطبيعية سواء كانت بحرية أو برية أو صحراوية، وهو برنامج يستهدف إلى تعديل أو بأصح تعزيز السلوك الإيجابي للمرتادين هذه المناطق. طبعا هو مبني على 7 مبادئ نقوم بتدريب الطلاب وأبنائنا وكل من هو مهتم في هذه المناطق بهذه المبادئ 7، وإن شاء الله يعني نشرح لكم المبادئ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معكم علي سليمان المهنة من مكتب التربية الكريم بالخفجي. بدينا في هذا من 3 أيام في برنامج لا تترك أثرا، فاستفدنا منه ولله الحمد والمنة تعليم كانت تخفي علينا سابقا وكنا نستخدمها، لكن نستخدمها بطريقة خاطئة ولله الحمد. تدركناها في هذا البرنامج واستفادوا منها الطلاب في هذا البرنامج، واستفدنا منها في المبادئ 7 ولله الحمد. وأهم ما استفدنا منه هو تخطيط لأي رحلة نقوم فيها في حياتنا، تخطيط في هذا العمل. واتفقنا ولله الحمد مع الطلاب على نجعلهم قادة داخل مدارسهم ويقومون في هذا البرنامج بشكل يومي، وأن يكون معتاد عليه وليس يعني متعلم يتعلمون سابقا، أنهم يتعودون عليه داخل مدارسهم، يبدأ فيه بالمدرسة، يبدأ فيه في بيت، يبدأ فيه في كل مكان. ولله الحمد والمنة كوناهم قادة ليكونوا هم أساسا قادة داخل مدارسهم، والحمد لله استفادوا منها. ومعنا الآن طالبان من مدارس الخفجي، الطالب هليل هايل الرويلي ويتكلم عن تجربته في هذا البرنامج. تفضل الطالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب مشارك ببرنامج لا تترك أثر. صراحة برنامج عجبني واندمجت فيه، من اندماجي فيه صار جاني خاطرة بيت شعري يقول لك: لا تترك أثر يا صاحبي ترك فيني أثر، فيك أنت وفيك أنت وفيك أنت في كل البشر. وهذا اللي طلع معي، وشكرا لغرامكم أعمال الخليج، شكرا لكل من طاع البرنامج. أما الآن مع الطالب فيصل المطرفي، تفضل. البرنامج تتكاثرون برنامج جميل جدا وفعاليات ممتعة، وأحب أشكر غرامكم أعمال الخليج. ووعدنا الأستاذ أحمد هليل، أحمد هليل من هيئة السياحة، بأن يوفر لنا منشورات وبروشورات وجميع الدعم اللوجستي للمدارس في إقامة هذه البرامج داخل المدارس ومجموعات وجروبات بقيادة الأستاذ يونس الشرعبي داخل هذه المدارس. وإن شاء الله بإذن الله سوف نطبقه بداية من يوم السبت القادم بإذن الله. طبعا برنامج لا تترك أثر هو برنامج يعنى بغرس السلوك لدى المجتمع من خلال المحافظة على البيئة المحيطة بنا. برنامج لا تترك أثر تم تبنيه من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهو برنامج عالمي مؤسس بأمريكا. طبعا إذا رجعنا للتاريخ كانت هناك مشكلة لدى الأمريكيين، أنه في كل مكان يروحون الجمهور أو المتنزهين للحدائق العامة أو للأماكن الطبيعية كانوا يتركون آثار مدمرة للبيئة، ولذلك تم إنشاء برنامج أو جمعية خاصة بوضع أسس للتعامل مع البيئة. الهيئة العامة للسياحة والآثار تبنت هذا المشروع، والحقيقة شركة أرامكو لأعمال الخليج مشكورة عملت اتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. من خلال هذه الاتفاقية يتم عمل البرنامج لمدة 3 سنوات في الخفجي. السنة الأولى اللي احنا الآن عشنا تجربتها هي لمعرفة أو جس النبض أو إعطاء فكرة بسيطة عن البرنامج من خلال تدريب عدد تقريبا 12 مساعد قائد للبرنامج، ومن ثم نقل هذه التجربة اللي أخذوها المساعدين إلى الطلبة، طلبة الخفجي. تم إعطاء ورشة عمل العدد تقريبا 300 طالب من أبناء محافظة الخفجي، تم اختيار 90 طالب منهم
اليوم كانوا معنا هنا في منتزه الخفجي الجنوبي، وتم نقل التجربة من خلال مساعدي القادة. طبعا السنة هذه انتهى البرنامج الحمد لله، الآن يعتبر تم نقل التجربة وتم معرفة مدى إمكانيات الشباب في الخفجي. السنة القادمة إن شاء الله راح يكون هناك تدريب للقادة ونقل التجربة بشكل أوسع، وتدريب عملي تطبيقي للأبناء. من المتأمل إن شاء الله أنه في السنة الثالثة واللي هي السنة الأخيرة من البرنامج يتم نقل المشروع عالميا إلى الخفجي من خلال مدربين عالميين. الحقيقة البرنامج مهم، والمتأمل من الشباب اللي هم تلقوا التدريب خلال الثلاث أيام اللي فاتت أنهم ينقلون التجربة للمجتمع، للأبناء، للأهالي، وذلك طبعا يساهم إن شاء الله في الحفاظ على البيئة، وإن شاء الله يعكس صورة جيدة عن المجتمع السعودي ومدى التقدم اللي فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد علي العنزي، متدرب ببرنامج لا تترك أثر برعاية شركة أرامكو العمل الخليج. طبعا استفدت واجد من برنامج لا تترك أثر، استفدت الطرق السليمة والمبادئ السبعة اللي هي التخلص من الفئات بشكل سريع وبشكل قليل وبشكل مضغوط، وبنستفيد بذلك أشياء عدة، منها أن نحافظ على البيئة، ونساهم في تنظيف البيئة، ولا نترك أثر بعدنا لا نترك أثر إلا أثر الزرع والأشياء هذه، فهذه من الطبيعة، فالأثار هذه تترك نفس ما هي. إلا لا جينا مثلا على الزرع نتشل الزرع، هذا غلط. لا جينا مثلا نشب نار، لازم نجيب شيء يرتفع عن سطح الأرض عشان نعرف النار. شكرا، شكرا، ونشكر أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسمع عبد الحمد العمار، شاركت في برنامج لا تترك أثر واستفدت فيه من فوائد كثيرة، وأشكر شركة أرامكو الأعمال الخليج على جهودها الرائعة. هو يعتبر برنامج مشاركة بين أرامكو وشركة أرامكو الأعمال الخليج والهي العمل السياحي والأثار بعنوان لا تترك أثر. هذا الاتفاق تم في شهر 4 بشهر أبريل 2011، وبموجب الشركة راح تكمل البرنامج الخفجي على مدى 3 أعوام إن شاء الله قادمة. وطبعا راح تقوم الهي العمل السياحي الدفعة